ورحمة الله تعالى وبركاته. أترحم على شهداء الحرب الوجودية من المدنيين والعسكريين وعاجل الشفاء للجرحى. أخاطبكم وقد مرت 9 أشهر منذ أن بدأت هذه الحرب المسمومة، حرب الاستيطان والاحتلال، حرب الاغتصابات والسلب والنهب، حرب انتهاك حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية. إن توسع دائرة الحرب إلى ولاية الجزيرة وحاضرتها مدينة واد مدني مغلق وتسبب في إحباط الشعب السوداني، لكن نطمئنكم أن هذا التمدد لا يعني انتصار قوات التمرد على السودانيين والجيش السوداني. فالحرب تقليديا يشوبها تقدم وتأخر، مد وجزر، فالحرب كر وفر وفق معطيات المعركة والمعطيات الوقتية. أطمنكم أن قادتنا العسكريين على دراية بجميع مخاوفكم، وكل عثرة في الحرب هي تجربة للتجويد ما بعدها، وكل ثقة بأن القيادة العسكرية تدرس ذلك وتتهيأ لخوض معركة النصر. الشعب السوداني النبيل، إن الدعاية والإشاعات هي إحدى وسائل العدو لتدمير روحنا المعنوية وتفريق صفوفنا، فدعونا نتخندق حول الحق والأمل، وأن نتسلح بالعزم والإرادة والثقة في الله، ثم في شعبنا، ثم في جيشنا الوطني الذي يحارب لأجل بقاء الدولة السودانية وكرامة الإنسان السوداني. لم أشعر في أي وقت بالتشاؤم حيال مستقبل السودان، ولم تساورني الشكوك مطلقا بحزيمة جيشكم وعدو الشعب السوداني العريق للتمسك بهذا الأمل. هذه قناعات ذاتية لا علاقة لها بالادعاءات ولا الكهانة، بل هي تحليلات وتفسيرات مبنية على بعض الأحداث، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. لقد ظهرت الفتن التي يقودها الإعلام وبروباغندا الميليشيا، ويجب علينا عدم السماح لهم ولأعوانهم بأن يحدثوا شرق أعمق في مجتمعنا، ويجب أن نتمسك بوحدة السودان والدفاع عن وطننا على جميع الأصعدة. وهذا هو الطريق الصحيح الذي سيقودنا للنصر والتعافي من تشوهات الحرب ونتائجها. علينا محاربة الياس، لأن الياس مستنقع عميق، من يقع فيه فلا محالة طريق، والإحباط والتشاؤم هما مدخل لحزيمتنا. وأريد هنا أن أثني على أبنائنا وبناتنا الذين لم يتوقفوا عن محاربة الشائعات، ولم يقفوا صامتين في وجه الظلال، في وجه الظلم والاحتلال، ويقومون بفتح جرائم ميليشيا الدعم السري ودائميها في الخليج العربي وإقليمنا والعالم. أقول لهم مجددا، أنتم مستقبل السودان وشمسه التي لا تقيب. لن يهزم الوطن ما دام أبناه وبناته يسعون لنصرته بشتى الطرق، كل من موقعه. رسالة في بريد القوات المسلحة السودانية، إن من يحيا يحيا بعزيمته وعمله المنشود. عليكم بالمستقبل والعزم على النصر، والعمل هو مصدر قوة يساعدنا على النصر. تذكروا أن تقدم العدو يجعله عرضة للانهزام، لأن العدو قالبا ينغمس بنشوة الانتصار ويهمل استقلال النجاح والارتباط العضوي مع وحداته وتماسك أعضائه، وتلك فرصة لا بد من استغلالها لتدمير وحداته الخلفية، واحدة تلو الأخرى لإيقاف التقدم وتدميرها عند القتال التراجعي. الإخوة في القوات المسلحة، أنتم منتصرون بعزيمتكم وصبركم، وما النصر إلا صبر ساعة. يجب أن لا تلتفتوا إلى الشائعات ومخططات اغتيال معنوياتكم، فأنتم تعلمون أن غرف الشائعات والدعاية تعمل ليل ونهار، وقد أنشئت من قبل هذه الحرب لهذا القرض تحديدا، فقد كانت استراتيجية المتمردين من الشائعات والترويج جاهزة ضمن استعدادهم لهذا الحرب، وذلك أمر متوقع. إن المستنفرين الذين لبوا نداء القائد العام للجيش يجب أن يتم تنظيمهم وتسليحهم تحت إمرة وقيادة القوات المسلحة السودانية، حتى لا يصبح جماعات مسلحة قائمة بذاتها للتكسب السياسي. إلى القوى السياسية والمدنية الوطنية، إن الشعب السوداني في هذه المرحلة الصعبة يفتقد لمن يمثله ويحمل تطلعاته ورغباته كمسؤولية وأولوية. ومن هذا المنطلق أدعوكم للاتحاد وتكوين جبهة عريضة
وعدم ترك الساحة للتنظيمات التي تدعم التمرد تحت مسميات عديدة وتسعى لاختطاف صوت الشعب المدني وتسويق الأوهام للشعب السوداني والمجتمع الإقليمي والعالمي. لا بد أن تكونوا صوت الشعب السوداني، ولديكم فرصة لقيادة العملية السياسية في السودان، وقد أهدرت فرص كثيرة لتأسيس الدولة السودانية وبناء دولة المواطنة بلا تمييز، وهذه ثانية. أتمنى أن تكونوا أهلا لها، وأن تأخذوا زمام المبادرة وتعملوا جاهدين، وأن تكونوا عند حسن ظن الشعب السوداني، وبتفعيلكم لإرادة الشعب السوداني سننتصر. إلى النازحين واللاجئين القدامى منكم وجدت، بعد توقيع اتفاق سلام جوبا أريدنا وعملنا على أن نطوي صفحة الحرب الأهلية في السودان، وأن ننهي حالة اللجوء والنزوح التي كانت قبل اندلاع هذه الحرب المسمومة التي أشعلها الدعم السري، حيث تضاعفت مأساة شعبنا وتضاعفت عادات النازحين واللاجئين لتحتل المرتبة الأولى في عادات النازحين في العالم في الوقت الحالي، وأصبح لدينا نازحين ولاجئين قدامى وجدد. لن تقضوا بقية حياتكم في هذا الوضع المزري، وسنعمل لعودتكم إلى قراكم ومدنكم، فلا تفقدوا الأمل وانظروا إلى الجزء المضيء من القمر، ولا تركنوا للجوء في دول الجوار، فهي لن تكون لكم وطنا. قفوا خلف جيش ودعمه وتوحيد كلمتكم، ولتكون وقفتكم خلف الوطن وليس خلف الأجندة الحزبية، فهذا سيقلل عمد الصراع ويعجل بالنصر على هذه الميليشيا الإرهابية. السيدات والسادة العاملين بالخدمة المدنية، أنتم جنود هذه البلد المجهولون، حافظتم على بقاء مؤسسات الخدمة المدنية وحيويتها في ظروف عصبية بالغة التعقيد، عندما راهن الكثيرون على انهيار البلاد ومؤسساتها خلال 72 ساعة من اندلاع الحرب. جهودكم أفشلت هذا المخطط، ولنستمر بذات العزم والشكيمة والتقدم إلى الأمام، والحرب ستدع أوزارها وستسترد مؤسسات الخدمة المدنية عافيتها، وسنعمل على تقدمها وازدهارها خدمة للوطن والمواطن. والشاهد في الأمر أن ملتقى ولاة الولايات في القضارف في ديسمبر 2023 كان بمثابة نقلة نوعية لكيفية إدارة الدولة في المستقبل البعيد والقريب، وقد وضع أولويات حول كيفية ترشيد الموارد واختيار الأولويات وتوظيفها لإدارة الأزمة وإنهاء الحرب والتأسيس للدولة السودانية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، والعمل على رتق النسيج الاجتماعي ومحاربة خطاب الكراهية والجهوية. إلى المنظمات الدولية وهيئات الإقاصة العاملة في السودان، نشكركم على خدمتكم ووقوفكم إلى جانب شعبنا، وأجدد دعوتي لبعض المنظمات بأن تتوقف عن توجيه الاتهامات لحكومة السودان بتعقيد إجراءات الدخول. لا بد لهم أن يعوا أن بلادنا تمر بظروف استثنائية وحالة حرب، وأن ما يتم من إجراءات هو لتجويد العمل وحفاظا على سلامتكم وليس لتعطيل العمل. أجدد دعوتي لكم للعمل بحيادية دون السماح للأجندة السياسية بأن تحدد وجهتكم، ونحن في حكومة السودان نجدد رغبتنا في التعاون الكامل معكم ما دمتم ملتزمون بالحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة السودان. إلى داعمي مشروع الميليشيا، ميليشيا الدعم السريع، إن هذه الحرب هدفها الاحتلال، والاحتلال مصيره أن يقاوم، وليس هنالك شعب لا يقاوم الاحتلال وطني. أنتم في الجانب الخطأ من التاريخ، إن تآمركم على السلطة ونظام الحكم تعدى ذلك إلى التآمر على هذا الوطن وشعبه، فهل أنتم منتهون؟ وقد برزت منكم أصوات اليوم تدين انتهاكات الدعم السريع، إن باب التوبة مفتوح. أذكركم بأن الأحزاب السياسية السودانية تاريخيا في سبيل الوصول للسلطة لجأت إلى المؤسسة العسكرية كجسر للوصول لسدة الحكم، وبذلك أقحم المؤسسة العسكرية في السياسة بدلا من قيامها بمحامها الدستورية، وظلت رغبة السودانيين بخروج المؤسسة العسكرية من السياسة مطلبا مستمرا. فالمدان ليست القوات المسلحة بل الأحزاب التي استقلت الجيش السوداني، وأنتم بوقوفكم ومساندتكم لميليشيا نتيجة تركة القبن ومرارات الماضي تجاه الأنظمة السابقة لا سيما العسكرية منها، جعلتكم ترتكبون خطأ أسوأ من خطأ الأحزاب السياسية التي سبقتكم في الزج بالقوات المسلحة في السياسة. وأقول لكم إن خروج المؤسسة العسكرية من السياسة لا يعني استبدال والاستقواء عليها بميليشيا لديها تاريخ حافل
بالجرائم ضد الإنسانية وضد الشعب السوداني، وأن ما يجري الآن المتضرر منه جميع السودانيين والسودانيات. ليس خافيا أن جماعة الإسلام السياسي حكمت الدولة السودانية لمدة 30 عاما، وصنفت بأنها نظام حكم مر على أسوأ نظام حكم مر على السودان، ولكن تضخيمكم لقدرات وإمكانيات جماعة الإسلام السياسي في السودان عبر استخدام خطاب الفلول ووصف الحرب بالحرب ضدهم هو خطاب مضلل وضرب من التدليس، وهو كلمة حق أريد بها باطل، وإن محاربة الإسلام السياسي ليست معركة الدعم السريع وإن ادعى ذلك. لقد كذبتم على الشعب السوداني وصدقتم كذبتكم، وأمامكم فرصة لمراجعة أنفسكم والكف عن بث الأكاذيب وتضليل الشعب السوداني تارة تحت غطاء لا للحرب وتارة تحت غطاء الحياد. رسالتي إلى الدول التي تساند احتلال الدعم السريع وتدمير الدولة السودانية، نعلم أن لكم مصالح سواء اقتصادية أو أخرى دفعتكم لمساندة هذه القوات المحتلة بالمال والسلاح والقطاع السياسي والدبلوماسي. أريد أن ألفت انتباهكم أن القتال من أجل المال الذي تنفقونه بسخاء يختلف عن القتال للدفاع عن الأرض والعرض، وقد يحقق هؤلاء المرتزقة بعض الإنجازات لكم، ولكن ما لن يستطيعوا تحقيقه هو تنفيذ برامجكم وفرض سيطرتكم على السودان، وستجدون المقاومة وهي حتمية وتتبلور الآن للدفاع عن السودان على كل الأصعدة. وألفت انتباهكم إلى أن تاريخ الشعب السوداني العظيم وإرثه في المقاومة، وأذكركم بأن مصالحكم تحتاج إلى استقرار الدولة وليس استسلام الدولة، وهذا وإن عدم الاستقرار ذهبت مصالحكم وما أنفقتوه في محب الريح. الشعب السوداني الصامت، فلنسمي المجرم مجرما بعيدا عن الدعاية السياسية، إن لوم جماعة الإسلاميين على الحرب ومأساة النزوح واللجوء في غير محله، والذي أشعل الحرب هو من تحرك لاحتلال قائد المروي في 13 أبريل 2023، ورفض الانصياع لأوامر قيادة الجيش السوداني بالتراجع. هم الذين خرجوا للناس وعلنوا الحرب بدعوى محاربة الإسلاميين، وهي فرية باطلة لوجود قيادات من الحركة الإسلامية داخل قيادة ميليشيا الدعم السريع، وعلى سبيل المثال لحصر نائب الرئيس المطاع عمر البشير، وهدى قائدهم قائد الدعم السريع نفسه الذي كان يمثل الذراع اليمنى لحماية الحركة الإسلامية أو الفلول كما يسمونهم الآن لأغراض الدعاية السياسية والترويج. المتسبب في الحرب هو الذي يسرق وينهب ويقتل ويغتصب ويحتل المنازل والمدن والقرى، فلا مجال لإنكار الحقائق، وأنتم خير شاهد على جرائمهم. إن حكومتكم تعلم حجم الألم الذي تعانونه من انتحاكات الدعم السريع المتمردة، وأقول لنساء بلادنا المغتصبات، سيأتي اليوم الذي يحاسب فيه كل مجرم بما أجرمت يداه في حق السودانيات والسودانيين. على صعيد العملية السياسية وإنهاء الحرب، إن الحكومة السودانية لا زالت متمسكة بخارطة الطريق ذات المراحل الأربعة التي لها ركيزتان: الأولى حصر موضوعات التفاوض بين الجيش السوداني والدعم السريع المتمردة على المراحل الثلاثة الأولى في خارطة الطريق المفضية إلى تحقيق الهدف الرئيسي وهو تكوين الجيش السوداني الواحد. الركيزة الثانية الشروع في العملية السياسية التأسيسية للدولة من خلال هيئة قومية يشارك فيها الجميع. يفترض في هذا أن يتوفر منبر جاد، لا سيما أنه جميع المنابر لم تحقق المطلوب منها في جدة مبادرة دول الجوار. أما الإيقاد فحدث ولا حرج، قد أصابها مرض التصحر الذي يفترض أن تحاربه، وإذا وجد المنبر الجاد لا بد أن يضع في الاعتبار رغبة الشعب السوداني في السلام الدائم وليست الحدنة المؤقتة. إننا في حكومة السودان لن نتوقف عن البحث عن حلول لإنهاء الحرب، شريطة أن لا ينقص هذا الحل من سيادة السودان أو يهدد أمنها القومي، وهذا الحل يجب أن ينهي كذلك حالة القضب القبلي والجهوي الذي تسوقت لها ميليشيا الدعم السريع بتعليب القبائل على بعضها البعض على أسس إثنية وجهوية، وبدعة الدولة 56 التي صنعت منها عدوا وهميا لبعض أبناء القبائل التي طالها التحميش بهدف استخدامهم وتوظيف آمالهم في مستقبل مشرق كوقود لهذه الحرب المسمومة. لا سيما الإصرار على تسويق دعاية أن هذه الحرب هدفها محاربة الفلول والكيزان على حد قولهم،
وذلك لاستخدام عواطف الشعب السوداني النبيلة التي كانت وقودا لثورة ديسمبر وتخديرهم بهذه الشعارات الكاذبة منعا لمقاومتهم لاحتلال بلادهم وتصوير الحرب بالعبثية. إذن فما بال قيادات الحركة الإسلامية الموجودة في قيادة الدعم السريع الآن، وقد ذكرتهم لكم سلفا، هل كالثعابين أصابهم عفن الحرافش فغيروا جلودهم؟ ورسالتي إلى إبناء القبائل الذين تم استقلالهم إن الدعم السريع ليس من سيحرر السودان من تركات مظالم وتحميش وأخطاء الأنظمة المتعاقبة على حكم السودان منذ 1924، إنما سيحرر هو وحدتنا والنبذة العنصرية والجهوية وعملنا المشترك على إصلاح مؤسسات الدولة لا سيما التشريعية لتخدم جميع السودانيين والسودانيات بلا تمييز عبر تأسيس الدولة السودانية، دولة المواطنة بلا تمييز، دولة سيادة حكم القانون. في الختام أهني أخوتنا المسيحيين بجميع طوائفهم بعيد ميلاد المسيح المجيد، ونحن مقبلون على العام الجديد، وأتمنى أن يكون عام بناء وتعمير وتأسيس للدولة السودانية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وفقنا الله وإياكم لخدمة الوطن، حفظ الله السودان وشعب السودان. 25 ديسمبر 2023.